اكتر واحد يعني قريت عنه بيتكلم عن الرجل والمراه كان توفيق الحكيم، وكان مشهور قوي ان هو عدو المراه، ان هو كان بيكتب حاجات كتيره يعني ما بتعجبش قوي الستات، بس هو بصراحه ليه قصص كتيره جميله، ويعني ما شفتش فيه خالص النقطه دي. يعني هو كان بيكتب حاجات واقعيه زي مثلا الرباط المقدس، كان جميل قوي، كان بيتكلم عن واحده سيده متحرره ويعني علاقتها بالمجتمع، حاجات زي كده، كانت روايه جميله قوي. وطبعا ليه كتب كتيره تانية مختلفه، بس هو ده كان اكتر واحد بيعجبني في موضوع الرجل والمرأة. مفيش فرق خالص، انا ممكن اقرا حاجه زي كده مثلا في العلاقات الزوجيه، في الصداقه، في طريقه التعليم، لو الولد او البنت مثلا بيتعلموا حاجه مشتركه. وطبعا زي ما احنا عارفين دلوقتي الدايركشن بتاع الدنيا كلها بقى يعني كله بقى واحد، مفيش حاجه اسمها بنت او حاجه اسمها ولد، اي حاجه تنفع لاي حد. فبالنسبه للقراءه بتبقى مفيده للجميع، بالنسبه للحاجه المشتركه ما بين الاثنين دي بتبقى حاجه مفيده سواء للراجل او الست. يعني انا ممكن استفاد بحاجه انا مش عارفها فهقرا لها، او هي العكس، وفي امثله كتير لكده. يعني المراه بطبيعتها كائن التعامل معاه محتاج تركيز وتأني، فبتبدا تبص عن طريق الكتب. في بعض الكتب، يعني كان في كتاب مثلا اللي هو بتاع الرجال من المريخ، تمام، بتقرا فبتبدا تشوف ان كل واحد فيهم فاهم ان التاني زيه، بس هو الحقيقه مش كل واحد زي التاني، هم الستات ليهم دماغهم واحنا لينا دماغنا، فانت لازم تقرا عنهم عشان تعرف بيفكروا ازاي، ويا ريت هم يقروا عنا عشان يعرفوا برضو احنا بنفكر ازاي، يريحونا. يعني اعتقد ان احنا لازم نقرا كتب فعلا عن الرجل والمراه، لان هم طبيعه مختلفه تماما، فبتهيالي الكتب هتساعدنا على فهم الاخر. يعني لو انا مثلا عايزه اتعامل مع زوجي بشكل احسن، المفروض اقرا عن طبيعه الرجل اصلا علشان نقدر نتعامل مع بعض بشكل احسن، وهو كمان لازم يقرا عن طبيعه المراه في العموم عشان يعرف ايه ازاي يوصل لها، وايه المداخل ليها اللي شخصيتها، علشان نوفر في الاخر خالص الاستقرار في العلاقه ما بينهم. وانا ابتديت اقرا مؤخرا يعني بعد الجواز والخلفه وكده، بس شايفة طبعا ان لازم الراجل يقرأ كويس عن المرأة عشان يعرف كويس ازاي يتعامل معاها بطريقة احسن، لان عاداتنا زمان كانت المرأة مهمشة مش زي دلوقتي. دلوقتي بقت المرأة عارفة حقوقها كويس، بقت بتشتغل، بقت بتقدر تساعد الراجل في حاجات كتير، فلازم هو يعرف يتعامل معاها باسلوب احسن، باسلوب كويس، ياخد رأيها في كل الحاجات اللي بتحصل خاصة بالاولاد، تعليم نفسه بقى مختلف، ولازم طبعا هي كمان تبقى بتتعامل معاها بطريقة احسن.